بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في لقاء جديد في مساق Community Mental Health Nursing. اليوم إن شاء الله حنتناول شابتر 3 بعنوان Mental Health Nursing اللي هو فريق الصحة النفسية. فريق الصحة النفسية بيتعامل مع المرضى اللي بيعانوا من أمراض نفسية، زي ما إحنا اتعودنا وتعرفتوا في المستشفيات. يعني فريق الصحة الصحي الهيلث كير بيتعامل مع الأمراض الجسمانية من دكتور، من نيرسز، من مختبرات أشعة، فيزيوثيرابي، علاج طبيعي. نفس الشيء المنتال هيلث تيم في اللي هو أشخاص سبيشالست، خصوصا للمنتال هيلث بيتعاملوا مع الفئة الخاصة بالأمراض النفسية. الكوميونتي مينتال هيلث نيرسينج تيم هو عبارة عن فريق متخصص من التمريض أو الهيلث كير سيستم، بيكون عندهم بتميزوا اللي هو بتريننج معين، تدريب، خبرة، أيضا فهم وعندهم نوليدج، عندهم باك جراوند عن اللي هي المينتال ديس أوردر. بالنسبة للمينتال هيلث تيم هو يعتبر مالتي ديسيبلينري ابروتشز، لمين خاص؟ لمين؟ لفئة اللي هي المنتلي ال بيرسون، للفئة المرضى العقلي، المرضى النفسيين العقليين. منتال هيلث تيم ريسبونسبيلتيز، المهام للمنتال هيلث اول شيء انه هو يعتبر سيرف از كونتاكت بيبل فور individuals اند فاميلي سيك هيلث. أكيد يعني هم حيكونوا serving لمين؟ للناس اللي بيطلبوا المساعدة. And developing individual treatment plans that are based on best practice. أيضا كمان من خلال مهامهم تطوير خطة علاجية حتى يصلوا لمين؟ للكواليتي، لأفضل الجودة للبيشنت الكير. المنتال هيلث تيم أيضا كمان بيساهم في ترين وترينينج اورجانيزيشن وسبورت للانترفينشن حتى يصل البيشنت انه يطلع انتو المنتال البيشنت المرحله الانتقاليه لمين؟ للكوميونتي ممبرز. يعني انه حتى البيشنت يعني هكذا بس يكون في المستشفى دغري انه يطلع على الكوميونتي صعب، فبكون مين اللي حيشتغل على الشيء هذا يعمل له الترانزيشنال ستيج اللي هي المرحلة الانتقالية، حتى انه مثلا اللي نقلت حيكون مثلا في المستشفيات بيكون ناس موظفين، الناس هدول اللي حتى يرجعوا يمارسوا حياتهم العملية والمهنية بمروا في مرحلة اللي هي تريننج وسبورتنج انترفينشن تؤهلهم كأفراد يرجعوا مثل ما الأول في يمارسوا حياتهم العملية. collaborate together to make a treatment recommendation that facilitate quality patient care psychosocial rehabilitation. ايضا كمان العمل كتيم مهم، نصل لافضل عمل للكواليتي للبيشنت، للجودة في العناية للمريض ولتأهيله الاجتماعي والنفسي. المنتال هيلث تيم ايضا group go to people the congregation. Congregation اللي هي عبارة عن التجمعات، أيضا كمان بتوفر أماكن وين بكونوا بتتواجدوا في أماكن التجمعات. أماكن التجمعات زي مثلا إحنا في منطقتنا هنا أحيانا المدارس، سابقا كانت أيام الحرب صار في تجمعات سكانية، أيضا كمان في زمن الكورونا صار تجمعات سكانية. هدول التجمعات بيكونوا بحاجة لمين؟ لمنتال هيلث تيم. أيضا كمان اللي هو التيم أو المنتال هيلث تيم بيزود المعرفة، بيزود ويلكمينج أند سبورتينج، يعني لمين؟ للأشخاص والأفراد أو الأسر بشكل عام اللي بيواجهوا أي مشاكل منتال هيلث إيشيو اللي هي المشاكل الستريسور وضغوطات الحياة، حتى يصل الأفراد والمجتمع لأفضل positive mental health. أيضا التيم provide leadership for creating
كثير انجريشن بكونوا بياخذوا اللي هم دور قيادي في التجمعات للعناية بالأفراد. نتعرف على المنتال هيلث تيم. أول شيء عنا اللي هي السايكاتريست. السايكاتريست هو عبارة عن اللي هو الدكتور، هو الطبيب. الطبيب بكون حاصل على 2 لـ3 اللي هي إقامة للتدريب، تدريب إقامة، أو عنده بوست جراديويت دبلومة. بكون مسؤول عن المهام لإله اللي هو الديجنوسيس والعلاج النفسي. أيضا كمان بيساهم في اللي هي منع prevention of mental disorder. بيساهم في اللي هو اللي بيوضع الوصفة العلاجية and somatic therapy. أيضا كمان عنده خلفية اللي هو بالعلاج الجسماني، لأنه أحيانا في بكون المرضى النفسيين مش just psychological، أحيانا في هي سوماتيك بروبلمز بيعانوا منها. ايضا كمان له الاولويه في اللي هو مين اصدار الاوردر بالنسبه انه البيشنت له اي سي تي، اي سي تي الكتروكونفالسيف ثيرابي اللي هو الصدمات الكهربائيه بتكون له دكتور اوردر. ايضا كمان هو يعتبر الليدر للمنتال هيلث تيم. ثاني شيء عنا السايكاتريك نيرس كلينيكال سبيشاليست. السايكاتريك بتكون حاصلة على درجة الماجستير في التمريض، أو عندها ديجري في الريسيرش بوست جراديويت في الأبحاث. أيضا إنها تشارك في الوقاية، أعمال الوقاية اللي هو الليفل 3 ليفل أوف بريفنشن، البرايمر والسكندر والتيرشري. ايضا كمان بروفايد انديفيدوال جروب في السايكو ثيرابي اللي هي العلاج النفسي، العلاج النفسي والفردي والجماعي والعائلي في المستشفى والمجتمع. ايضا كمان اللي هي السايكاتريك نيرس او السايكاتريك نيرس كلينيكال سبيشالست، ايضا كمان من مسؤولياتها بكون في تيتشنج، ممكن عندها اللي هي تتولى المسؤوليه في التدريس، في الإدارة، أيضا كمان عمل أبحاث ونشر هذه الأبحاث اللي لها علاقة بالصحة النفسية، تتعلق بالصحة النفسية. أيضا تتولى دور القائد، ويمكنها أن يعني تمارس عملها بشكل إندبندنت، يعني بدون أوردر. نمبر 3 registered nurse in psychiatric nurse، يعني registered nurse يعني بدون ما انها متخصصة في مجال اللي هي mental health او psychiatric. هي شو المواصفات لها؟ اول شيء بتكون اللي هي under general، زي بتكون حاصلة على nursing او midwifery program، BS nursing او postgraduate BS، ماخذة بست جراديويشن نيرسينج. كمان هي عندها كواليفيكيشن، ممكن تكون دارسة في الدبلومة ان سايكاتريك او بست جراديويت منتال هيلث، او مستجر او دبلومة في النيرسينج ادمنستريشن. النيرس هنا بتكون مؤهلة او سكيلد في رعاية المرضى النفسيين، وبتقدم اللي هي الرعاية الشاملة لهم من خلال تقييم المريض عقليا من كل النواحي اللي هي العقليا واجتماعيا وجسديا ونفسيا وروحيا. ايضا كمان لها اجراء اللي بتعمل اللي هي نيرسينج دياجنوسيس اللي هو التشخيص التمريضي، وايضا تقديم الرعايه التمريضيه المناسبه لها. ايضا كمان هي بامكانها انها بتنسق مع مين، مع اللي هي الكوميونتي منتال هيلث نيرسينج او منتال هيلث سيتينج، بخصوص البيشنت انه يتحول ل الكلينكس، او من الكلينكس بيحولوا لهوسبيتال،
فعند في تتمتع بنظام اللي هي الكوردينيشن. ايضا كمان شيء ابديت نوليدج، يعني هي المهم انها تعمل تحديث لمعلوماتها او لمعلومات القسم اللي موجوده فيها عن طريق مين، تعليم المستمر continuous education، اقامه محاضرات للتيم او لاهالي او بشكل عام يعني، او للستودنت مثلا بيجوا على القسم. in service education او workshop ورش عمل او كورسات في جامعات اخرى. community mental health nurse، الكوميونتي مينتال هيلث نيرس ايضا من مهامها انها كان دياجنوستس ابروبريت ريفرنس، ممكن انها تحول البيشنت على اي مكان، يعني ممكن يتحول مثلا للادكشن، ممكن يتحولوا لريفرنس لمؤسسات ثانيه ريهابيليتيشن. ايضا كمان من مهامها انها بتعمل على تاهيل زي ما حكينا المصابين اللي هو في الأمراض العقلية بالمجتمع، وأيضا بتقديم الرعاية المباشرة لهم. follow up care with special emphasis، متابعة اللي هي الرعاية مع التركيز بشكل خاص له عن طريق النظام medication. وبالنسبة للتعرف كمان follow up للسايد effect، لأنه كتير بيشنط بصير عندهم سايد effect للميديكيشن له. البيشنت اوكيوبيشنال فانكشن، يعني ايش التحسن، ايش صار في امبروفمنت، هل هو للأسوأ او للافضل في من ناحيه اوكيوبيشنال، هل هو اصبح انه يخدم نفسه، صار سيلف كير افضل له أسوأ. فمتابع فولو اب له من ناحيه ايش المستجدات الافضل اللي صارت للفانكشنز اللي اصبح يعملها البيشنت. conducting public awareness، ايضا كمان انه بامكانها تنفيذ اللي هي برامج توعيه عام، programs remove misconception regarding mental disorder، يعني خصوصا الاستيغما، يعني مثلا في مجتمعنا كثير استيغما اللي هي يعني استيغما يعني وصمه العار، تعتبر المرض النفسي او المرض العقلي وصمه عار، يعني بيرفض الناس انهم يروحوا يتعالجوا في المستشفى الطبي النفسي، بفضل يروحوا على أماكن أو على شيوخ أو شغلات أو بتهربوا من هالإشي، فعشان كده بيجوا على المستشفيات بمرحلة متأخرة للعلاج. يعني هدول الأشخاص لو كانوا في مرحلة مبكرة تم علاجهم ميوصلوش للمرحلة المستاءة اللي بيوصلوا لإلها. ممكن تشتغل على برامج ستيغما مثلاً، توعية الناس عن اللي هي المرض العقلي. أيضا ممكن اللي هو training of other caregiving professional in the community، يمكن تعمل اللي هو برامج توعية في الأقسام للتمريض العام، إنه عم التعرف على المعاملة مع المرضى النفسيين. في أيضا nurse researcher، nurse researcher اللي هي النيرس اللي بتختص بالأبحاث، هي كان بإمكانها أنها تعمل على تصميم وإجراءات لأبحاث معينة، بإمكانها ونشر نتائج البحوث هذه، ممكن في مؤتمرات، في ميتينج، في كونفرنس، في وركشوب، أو في جورنالز أو مجلات معينة. هنا ممكن يكونوا دكتوري، ممكن يكونوا بي اتش دي حاصلين على درجة البي اتش دي، أو بس دكتورة اللي هي بروفيسور، يعني اللي هي بعد البي اتش دي، وعندهم بكونوا اللي هم قدرة أو مشاركة في جميع مراحل البحث. الكلينيكال سايكولوجيست، الكلينيكال سايكولوجيست أيضا من أفراد الهيلث تيم اللي هو بنسميه الأخصائي النفسي الكلينيكي. الأخصائي النفسي الكلينيكي بكون هول دكتورال ديجري ان كلينيكال سايكولوجي، حاصل على درجة يعني البي اتش دي دكتوراه في علم النفس الكلينيكي، وايضا مسجل في اللي هي جمعية مين، علم النفس الكلينيكي. ايضا كمان من مواصفات الكلينيكال سايكولوجيست
انه عنده الامكانيه هي كوندكت سايكولوجيكال دايجنوستيك تيست، يجري اختبارات نفسيه وتشخيصيه ويفسر ويقيم النتائج هذه، وعلى حسب النتائج والقياسات اللي تم تطبيقها بتطبق شو برنامج اللي يتعامل معاه مع البيشنت، مثلا برنامج اللي هي behavioral modification أو اللي هي other programs تانية زي cognition مثلا. psychiatric social worker اللي هو الأخصائي الاجتماعي، هو اللي بيكون social worker is graduate in social work، هو خريج في الخدمة الاجتماعية، أو إنه دارس بوست جراديويت لمين؟ للسوشيال وركر. أيضا كمان بإمكانه إنه هو الشخص هذا إنه يعمل assessment للإنديفيديوال والفاميلي والكوميونيتي، بيعمل تقييم للفريد ويعتبر نظام داعم للأسرة وللمجتمع. أيضا كمان بيساعد في health discharge، له دور يعني إنه بيعطي مثلا ملاحظاته عن البيشنت من ناحية سوشيالي، كيف هل في إمكانية، هل في تحسن من ناحية السوشياليزيشن. أيضا كمان في له دور في الكونسلنج أوف جوب بليسمنت، يعني مثلا بيشنت مش في اللي هي فيش تقدم في الجوب اللي بمارس فيها، أو صارت اللي هي في بواجه difficulties أو صعوبات إنه يستمر فيها، فإيش في مثلا كإرشاد، يعني إيش إرشاد مهني، إيش في ممكن مثلا بديل يستخدمه كبديل مهني لمهنته اللي كان فيها. She is aware of the state laws، أيضا كمان بعرف بالقوانين الحقوقية وقوانين الدولة للمريض، وبيحمي البيشنت من خلالها حقوقه. أيضا كمان he skilled أو she skilled in interview technique، عنده بيكون ماهر في السكيل في التقنيات المقابلة بشكل عام، الانترفيو يعني بيستخدم السكيلز بمهارة فيها وديناميكيات المجموعة زي الإرشاد النفسي أو في إرشاد الجماعي أو الفردي في تطبيق المجموعة. أيضا كمان في عنا سايكاتريك بارا بروفيشنالز، في من ضمن كمان الفريق عنا اللي هي السايكاتريك نيرسينج ايد. سايكاتريك نيرس ايد اتندنس they have high school training، مش موجودة يعني بكونوا هم دارسين ثانوية عامة، بيخضعوا لكورسات معينة 6 شهور 9 شهور للتعامل خلال في الجوب، يعني في تختص مثلا دورات في الصحة النفسية، كورسات معينة هدول يعني بس يشغلوهم مثلا في الأجسام، بيكونوا يعني كأيدنج، يعني بيستخدم ممكن يكونوا maintaining therapeutic environment and provide care under supervision، يعني therapeutic environment يعني بحافظ على إنه البيشنت يكون under safety في غرفته في مكانه أغراضه. المكان ممكن مثلا لو بينزلوهم مثلا في مكان منفتح يكون في مين النيرس ايدز أو الاتندنس بيكونوا تحت اللي هي حمايتهم under supervision لإلهم، حتى إذا انعطى لهم في الكير لإلهم بيكونوا under supervision. أيضا في ECT technician، ECT اللي حكينا عنها اللي هي electro convulsive therapy technician اللي هو الفنيين اللي بيعملوا بالصدمات الكهربائية، بيكونوا مساعدين للأطباء للطبيب أو اللي بيكون أو الدكتور التخدير. they undergo training، بيكونوا في training معين من 6 ل 9 شهور. their function to keep ready، بكونوا مهمتهم في الحفاظ على استعداد علاجهم، يعني بكونوا على أهبة الاستعداد معهم تحت إشراف أكيد يا سايكاتريست أو أسيستنت، يعني بكونوا لا سايكاتريست
أو الأنسيستك اللي هو دكتور التخدير خلال عملية الصدمات الكهربائية، يكون معه أسيستنت. أيضا كمان من الفريق المنتال هيلث تيم اوكيوبيشنال ثيرابيست. اوكيوبيشنال ثيرابيست اللي هو الأخصائي العلاج الوظيفي، الاوكيوبيشنال ثيرابيست جوز ثرو سبيشاليز تريننج، يعني بكونوا هم اخصائيين اصلا، بكونوا بي اي ماخذين سبيشاليز تريننج خلال تخصصهم. بيفوتال رول تو بلاي باي يوزينج مانوال اند كريتيف تكنيكس، يعني لهم دور كبير في انهم يساعدوا في التكنيك في الاسسمنت للانتربيرسونال، الانتربيرسونال ريسبونسز اوف ذا بيشنت، يعني كيف انه لهم دور كبير انهم نستخدم الاساليب يساعدوا البيشنت، انه يستخدم الاساليب يدويه وابداعيه حتى يعرف اللي هو تقييم الاستجابات الشخصيه لإله، يعني بدخله اللي هو في عمل معين في مهارة معينة، بيعرف اللي هو تطوره واستجابته. Patients I help to develop skills that help them cope more effectively, retain employment and use their leisure time in the area of their choice. يعني هنا انه كيف كمان من مهمة العلاج الوظيفي، يعني مثلا البيشنت زي ما حكينا انه هو اول شيء بكون اللي هو سيلف كير ديفيسيت، ما بيهتمش لا بنظافته الشخصية ولا إنه يتناول طعامه أو بحياة أو الكوميونيكيشن أو اتصاله مع الآخرين أو السوشياليزيشن. الأوكيوبيشنال ثيرابي بشكل تدريجي ببلش إنه يعلمه اللي هي الإجراءات الأمور هذه على تطوير اللي هي مين المهارات الخاصة زي مثلا الأكل والشرب زي ما حكينا، والمهارات الوظيفية والتعامل مع الآخرين بشكل انه يكون اكثر فاعليه ويحتفظ بوظيفته، ما ياثرش على اللي هي الوظيفه لإله. وايضا كمان يستخدمه بيساعده على انه كيف يستغل اوقات فراغه باشياء مفيده. They are helped to work in sheltered workshop، يعني احيانا بكون بيتم مساعدتهم في العمل بورشة، يعني في بيكون ورشات خاصة بالأخصائي الوظيفي بعلمه مثلا إيش في ورشات معينة، النجارة مثلا، الشغلات اللي السيمبل اللي ممكن يتعلمها اللي هو البيشن، يعني يعلمه على recreational therapist. Recreational Therapist اللي هو المعالج الترفيهي. المعالج الترفيهي plans activities to stimulate the patient muscle coordination, interpersonal relationship, socialization. يعني هو بخطط بيساعد على ال patient بيحفزه على أنشطة، الأنشطة هذه بتعمل على تنسيق عضلاته. كمان بيشجع له علاقته الشخصية والتواصل الاجتماعي. ممكن إنه يستخدم مثلا أمثلة عليها، يعني recreational therapist، يعني إنه أنشطة إنه يكون في مكان أو معمل مثلا للستات مثلا التطريز، الخياطة، أو فنون الرياضة أو شغلات، فهذه الشغلات الأنشطة بس يتعلمها البيشنت ويصير يعرفها، يعني يصير يعرف شغلة جديدة، هذه إيش هتعمل لإله؟ هترفع السيلف استيم، يعني هترفع الثقة بنفسه، صار في إشي إيجابي يعمله، فهذه كمان بتطور من الذات عنده. أيضا كمان من ضمن الريكريشنال ثيرابيست اللي زي ما حكينا السبورتس، الرياضة، الرياضة كتير بتعمل تنفيس كمان اللي هي للتوتر اللي موجود عنده، تفريغ للطاقات السلبية الموجودة، فمن خلالها زي ما حكينا بزيد الثقة، بزيد السوشياليزيشن لأنهم بيكونوا كجروب ثيرابي مع بعض، وبزيد الكوجنيشن إنه بيتعلم إشي جديد.
أيضا كمان في عنا differential play therapist اللي هو المعالج اللعب المتنوع. هنا makes observation of the child patient during his play. من المهام لإله إنه بيعمل observation close observation، لأنه هو بس يعمل المراقبة، كأني أنا بدي أتعرف على مشاكل البيشنت أو التشايلد أو البيشنت بشكل عام عن طريق البيهيفير اللي هو السلوك لإله. The behavior of the child while playing، خلال لعبه. The type، إيش أنواع الألعاب اللي بيلعبها، كيف الرياكشن toward the doll، كيف البيتنج كولينج، كيف بيكسر الإشي بيعمل، يعني كيف اتجاه الطفل، يعني الطفل أثناء لعبه كيف اتجاهه ناحية اللعبة أو الضرب، كيف إنه بينادي شو. فهو بيستكشف من خلال الأوبزرفيشن هذه البروبلم اللي عند البيشنت. أنا بتذكر مثلا طفلة وهي في غرفة البلاي ثيرابي كانت تلعب في اللي هي لعبتين، يعني كانوا عروستين زي كده، فكانت تضربهم، يعني تضرب اللعبة، فتحكي ليش، فكانت حاطة ضدها وتحكي اللي هي اسمها مين، اللي هي اسم أختها، لأنه كانت يعني كانت هي مش قادرة تحكي لأهلها، يعني التعبير كان باللعب، يعني إنها حاطة ضد أختها، لأنه ليش؟ لأنه الأهل بميزوا بينها وبين أختها، فهي عبرت عن هذا الكبت اللي هي موجود عندها عن طريق اللعب. فالأطفال أحيانا ما بيقدروا يعبروا عن مشاكلهم، بيعبروا عن طريق اللعب فيها. فبينت مشكلة الطفلة إنه هو في تمييز أسري بين الأهل وأختها، فبس بلشوا الأهل، فهذه بس ينعرف السبب فبصير علاج انه مع مين، مع الفاميلي ثيرابي، حنيتها بصير الشغل مع الاهل انهم يتجنبوا هذا الامر عشان البنت انه تخف اللي هي حده المعاناه اللي بتعاني منها المشكله النفسيه. ايضا كمان بيستكشف المعالج اسلوب الطفل، explore the behavior of the child، مخاوف معينه، بخاف من اشياء معينه. الشالد ابيوز، يعني انه احيانا شو بتعرض لضرب من الاهل او اساءة معاملة، او ان separation of any other things، يعني في انفصال له من شخص معين، من لعبة معينة، من اشياء اللي هي بحبها وفيها separation. creative art therapist اللي هو معالج الفن الإبداعي، بكون هنا an art graduate and encourage the patients to express his work freely with colors and analysis the use of various colors drawing of various senses. بالنسبة له هو يعتبر خريج فنون، بيشجع المريض على التعبير عن عمله أحيانا باستخدام الألوان والتحليل، يعني أحيانا الألوان والتحليل بألوان مختلفة، مشاهد مختلفة بتدل على المشكلة اللي هو بيعاني منها البيشنت اللي هو عن طريق الرسم. الثيرابي هذا بيساعد أيضا على التشخيص. also in bringing the repress، يعني أحيانا في بالذات عند الأطفال، يعني زي ما حكينا إنه في أشياء بتكون ريبريشن لإله، بيعبرها عن طريق شو اللي هي الرسم. فهي بتساعد هذا العلاج في التشخيص وإعادة المشاعر المكبوتة للمريض لمستوى الوعي، فهو بس يفرغها من الانكونشس اللي هي اللاوعي اللي بعاني منها للكونشس عن طريق الرسم. هذا بخفف من شو، من الستريس ومن المعاناة الكومبلينز اللي عنده. احنا بهيك تناولنا خلال محاضرتنا عن مهام اللي هو المنتال هيلث تيم، وعن المنتال هيلث تيم أعضائه ومهامهم بشكل عام. فإحنا حتى نصل للجودة في عملنا مع البيشنت، نصل كهوليستيك كير من جميع النواحي، من ناحية السوشيال والسيكولوجيكال، من ناحية الفيزيكال،
والسبريتشوال لازم انه احنا نعمل كتير نعالج البيشنت من جميع النواحي. فهي no one can do everything، يعني ما حدا بيقدر انه يعمل كل شيء لحاله، but everyone can do something، بيعمل الاشي اللي خاص فيه. فاحنا كتير بنصل بنغطي اللي هي نواحي البيشنت، بنغطيه من كل هوليستيكلي، من كل النواحي، وبنصل للكواليتي اوف كير من ناحية السايكولوجيكال. بهيك احنا انهينا محاضرتنا، ويعطيكم العافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.